الأرض الفلسطينية وما عليها باتت مستهدفة في كل وقت وحين من قبل دولة الاحتلال، إذ أن الإدارة المدنية في جيش الاحتلال أرسلت إخطارات بالاستيلاء على 622 دنوما من أراضي الفلسطينيين في بلدتي حسان وبتير ووادي فوكين غرب مدينة بيت لحم لإقامة منطقة صناعية في مستوطنة بيتار عيليت تستوعب آلاف المستوطنين المتطرفين، فضلا عن توسيع المستوطنات في المنطقة ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم. هذه المنطقة الصناعية والحي المزمع بنائه سيأتي على ملامح الخط الأخضر الموج والتي تفصل الضفة الغربية عن ما يقع خلفه أراضي 48، لأن إسرائيل في حملة في عدة أماكن في الضفة الغربية لمحي ملامح هذا الخط من خلال إيجاد تواصل جغرافي ما بين مستوطنات وأماكن أخرى تقع على الجانب الآخر من الخط الأخضر. المخطط كذلك يهدف إلى إنشاء 3000 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة نفسها ضمن تجمع غوش عطسيون الاستيطاني، الأمر الذي دفع الفلسطينيين إلى التخطيط لبدء تنظيم وقفات احتجاجية خلال الأيام القادمة. المقاومة الشعبية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الآلة الإسرائيلية، سنقاوم الاحتلال وسنطلق رسائلنا لكل العالم ولكل منظمات حقوق الإنسان ولكل المواثيق الدولية أن تقف أمام مسؤوليتها أمام هذه المصادرة اليوم في بيت لحم. أيضا نطلق رسائلنا لكل أحرار فلسطين للمشاركة في سلسلة الفعاليات التي ستقام ضد هذا القرار الإسرائيلي المتعجرف والمجحف بحق الشعب الفلسطيني. 23 مستوطنة تقام على أراضي المواطنين في بيت لحم وحدود المدينة المقدسة، يقيم فيها أكثر من 165 ألف مستوطن يعيشون في حرية ورفاهية، بينما الفلسطينيون تسلب أرضهم أمام أعين الجميع. بشكل شبه يومي تسرق سلطات الاحتلال أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية للشروع بتوسعة المستوطنات دون وجود رادع دولي يمنع الاحتلال من مواصلة مشاريعه الاستيطانية. رائد الشريف الغد، بيت لحم، فلسطين.